أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في عين على فلسطين. واليوم الحلقة 42، وسنتحدث عن قرية تعتبر من أكبر القرى الفلسطينية وتحت طلبات كثيرة من المتابعين، وهي قرية العباسية قضاء يافا. تقع بلدة العباسية الفلسطينية بين مدينتين يافا واللد، هذه يافا وهنا اللد، وتقع العباسية على بعد 13 كيلومتر إلى الشرق من يافا. العباسية نسبة إلى مقام في القرية لولي من أولياء الصالحين، أولياء الله الصالحين، اسمه العباس. كان يطلق عليها اسم نوارة يافا. كان فيها ثاني أكبر مدرسة زراعية في فلسطين بعد كلية خضوري. كان عدد سكانها يتجاوز 7000 نسمة، وكانت مشهورة بزراعة الحمضيات كباقي المدن والقرى الفلسطينية، ولكنها كانت مشهورة أيضا ومتميزة بصناعة الحصر. في 13 ديسمبر 1947 هاجم القرية 24 رجلا مسلحا من منظمة إرجون من مستعمرة بتحتكفة الصهيونية. تذكر المصادر الصهيونية أن أهل العباسية لعبوا دورا مهما في مهاجمة مستوطنتي بتحتكفة وكفار سابا القريبتين من محورين اثنين بمشاركة من أهالي رأس العين وفج المجاورتين، وذلك تزامنا مع أحداث ثورة يافا. يعتبر العديد من المؤرخين الصهاينة أن الهجوم الذي شنته منظمة الإيتسل الصهيونية على العباسية كان بمثابة الطلقة الأولى لبناء كيانهم. في بداية شهر أيار من عام 1948 هاجم اليهود بلدة العباسية واحتلوها لمدة 5 أسابيع، إلا أن الثوار استطاعوا تحرير العباسية بتاريخ 11 حزيران 1948 قبيل بدء الهدنة الأولى وطرد الصهاينة منها. ودارت هناك معارك طاحنة قتل فيها عشرات اليهود، لكن سرعان ما احتل الصهاينة البلدة مرة أخرى بتاريخ 10 تموز 1948. فيما بعد قرر بن غوريون هدم البلدة بالكامل، وبقي من العباسية صامدا حتى هذا اليوم مسجد القرية ومقام النبي هود. أقاموا على أنقاضها مستعمرة يهودا، وأقاموا شمالها مستعمرة بيت شموئيل. من شخصيات العباسية مصطفى الطاهر الذي كان مدير مدرستها، ثم انخرط بالعمل المقاوم جامعا للمال والسلاح. في البلدة 5 حمايل، أكبرها أكبر العائلات الحميدات، وفيها الظاهر نسبة إلى الظاهر بيبرز، الموسى، عبيد وحمولة الدلالشة، وتحتوي على جبرين الدليشي وكنش، وحمولة البطانجة إبراهيم وجدلة وعليان، حمولة المناصرة مقدادي وأبو حاكمة، وحمولة المصاروة شلباية والبياري، ومن أصدقائي الأعزاء الدكتور أيمن عبيد والدكتور إياس الموسى. وجد فيها 10 مقاهي على أيام قبل 48، عادة ما تكون جميع المقاهي عامرة بالليل، وكانت بعض المقاهي تأتي بحكواتي. شكرا لكم.